ومن ناحية تانية قام بعزي وياه الظالمين وأبديهم بوياه عرف عنهم إيعاد، بالإضافة إن هو بقى بدأ يعمل مشاكل كبيرة مع البيت الأموي. الأمويين كانوا هما المسيطرين على مقدرات الدولة، كان بيفرض لهم أعطيات، وكان كل واحد عنده قصر وكل واحد عنده أموال أخذت في عهد الخلفاء السابقين. فقام عمر بن عبد العزيز بأخذ الأموال دي وضمها للدولة. فطبعا الموضوع ده عمل نقمة كبيرة ما بين أفراد البيت الأموي على عمر بن عبد العزيز شخصيا. بتذكر كتير من المصادر التاريخية إن عمر بن عبد العزيز مات مسموم على ايد افراد البيت الاموي عشان الراجل اخد منهم كتير من اموالهم واخد منهم كتير من الفلوس اللي اخدوها بدون وجه حق، بالاضافة ان عمر بن عبد العزيز بسياسته اللي عرفت بالعدل دي كان ممكن في يوم من الايام ان هو يعيد الامر شورى ما بين المسلمين وينهي على الحكم الاموي. ده طبعا خط احمر. دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى أنها تكون عجبتكم وفادتكم وسعيد.